يروحوا يشوفوها. يعني هسه عندي جاهزات. الورشة الحمد لله والشكر لاقت استحسان كثير من شبابنا. كنا نتوقع أن يكون العدد أقل من هذا من المتدربين، ولكن الحمد لله وصل العدد إلى أكثر من 21 إلى 20-21 متدرب، وكلهم جاءوا بتلك المعنويات والرغبة الكبيرة لمعرفة خفايا هذه الورشة، وخاصة مسرح الطفل وكيف تتعامل مع هذا المسرح الصعب. الهدف منها أنه نشر ثقافة المسرح الجميل وثقافة العيش النبيل والتسامح والحب والمودة، وخاصة عندما يكون مسرح الطفل. مسرح الطفل من المسارح الصعبة التي تهدف إلى تهذيب هذا الطفل قدر المستطاع. السماء راح تكون أول محطة إن شاء الله، محطة يعني عندي مجموعة ورش إن شاء الله راح نقيمها بكل المحافظات. طبعا ثقافة الدمى ثقافة كلش حلوة إذا تنتشر عندنا. أول شيء تدخل بكل المجالات التعليمية، منها وسائل الإيضاح، منها مثل العلاج السلوكي، منها نقدر أيضا نستغني عن اللي جاي ينبث لأطفالنا اللي هو مثل من كارتون والأفلام اللي معروفة واللي هي دس السم بالعسل لأطفالنا، نقدر نتخلص من هاي الأمور هواي. وبنفس الوقت يقدر الطالب أو يقدر هو ولي الأمر أو مدير المدرسة أو الروضة يقدر يستخدمها كوسيلة إيضاح لإيصال الدرس. طبعا هي الدمى صناعاتها كلش معقدة مثل ما نقول، وأنواعها كلش هواي، لكن أكو فد أمر أنا دائما أقوله أنه دائما إحنا نركز على الدمى البسيطة لأن الطفل يحبها وإلها شعبية. ورشة رائعة أول مرة تقام في محافظة المثنى، حيث استفاد منها كثير من الشباب وطاقات الشبابية التي تحاول أن تصنع شيء مختلف في صناعة مسرح الطفل، حيث أن نقابة الفنانين فرع المثنى قد دعمت كثير من الورشات، ولكن هذه الورشة كانت لها الدور البارز واللون المميز في محافظة المثنى. طبعا لا يخفى بأنه مسرح الدمى في العراق رغم وجود حركة فاعلة نوعا ما، رغم وجود بعض الناشطين بعض الأساتذة الكبار في مسرح الدمى في بغداد وفي باقي المحافظات العراقية، لكنه لا زال يعاني الفقر في هذا المجال، لا زال يعاني شحة الكوادر العاملة في هذا المجال. الهدف من هذه الورشة إنشاء أو تنشئة كوادر شبابية من أجل إقامة مسرح دمى أو كذلك الفوائد الأخرى للدمى سواء في المسرح أو في السينما أو كذلك في وسائل الإيضاح.